السلام عليكم ورحمة الله. دائما يعني نحاولوا في لي بوز هادم اللي نديروهم نبروفيت باش نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي مازالت مطروحة واللي يعني قعدت بدون جواب. الوغ ناخذوا هكذاك الأسئلة بصفة عامة باش ما نجاوبوش على كل الأسئلة، لا نستطيع تقنيا، كاين بارفوا لي 300 400 كيستيون ما نقدرش نجاوبو، ولكن عادة الأسئلة هي تدور في نفس الموضوع. يعني الوغ كان سؤال يتكرر من الناس اللي نحو الكواطر، يعني نحو الغدة الدرقية، ولكن نحو النصف فقط، يعني يديروا اون ابلاسيون بارسيال. الطرق هذه اصبحت نادرة اول حاجة، زمان يعني في الثمانينات وفي السبعينات ايضا كانت تدار هذه العملية، لكن الان عندما اونوبت عندما نقرر باش نروحوا للعملية الجراحية تاع الغدة عادة تروح كامل، يكون هناك اسباب موضوعية وعلمية تخلينا نروحوا لابلاسيون توتال بصفة عامة، في بعض الأحيان نديروا لابلاسيون بارسيال. ألور السؤال اللي الناس اسك كي ندير لابلاسيون بارسيال يعني اسك يعني نحي غير جزء، اسك راح ندير الدواء ولا لا؟ لا، هذا تقريبا غير ما عندوش علاقة مباشرة بالدواء، لأنه الغدة حتى النصف تاعها إذا كان فعال بكمية يعني بصفة كافية يقدر ينتج الهرمونات الكافية بالنسبة للجسم، وعندما يكون غير فعال تقدر تكون الغدة كاملة موجودة ولكن غير فعالة وما تنتجش، لأنه دونك التحاليل اللي يجوا من بعد العملية هذه هما اللي راح ياخذوا لنا القرار النهائي، اسكو نبقاو في الدواء واش كاين جرعات، كاين اللي يديروا دواء وكاين اللي ما يديروش، كاين اللي يكون مؤقت، كي نقولوا مؤقت ممكن سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات ويوقع استقرار على مستوى الغده، وفي الحاله هذه نوقف الدواء بطريقه يعني ديغريسيف بالعقل، والطبيب هو المسؤول عن توقيف هذا الدواء وليس المريض، وليست مربوطه بعلامات ولا باعراض ولكن مربوطه بامور اخرى يعرفها الطبيب عندما يوقف الدواء، او يقدر يامر بالاستمرار تاعو الى مده معينه. الوغ السؤال الاخر، العوامل التي تساعد على استقرار الغده الدرقيه، العوامل يعني يقصد العوامل الطبيعيه للاستقرار. الوغ ما كانش ريجيم بوغ يعني الغده الدرقيه، ما كانش وصفه، ولكن كاين سلوك صحي، نقولوا سلوك صحي لانه كما تعرفوا احد المواد الاساسيه تاع الهرمونات اللي تنتجهم الغده الدرقيه هو اليود، واليود هذا عادة يعني لازم يكون نحن اليود تقريبا لا سورس كبيرة اللي رانا اللي ناخذوا منه اليود هو اللي موجود في الملح، لأن يعني الملح يضاف ليه اليود، وهنا نقطة يعني بين قوسين، وننبه الناس اللي كي يكون يعني ملح ما فيهش اليود يعني من المستحسن عدم استهلاكه تماما، لأنه ما يكونش فيه فايدة للجسم، ولكن كاين مواد أخرى فيها اليود وتكون غنية، وخاصة يعني الأسماك وكل ما يأتي من البحر عادة فيه اليود بكميات وبتركيز مهم جدا، ويقدر يكون عبارة عن سلوك صحي وما يقدرش يكون دواء باش تكون الأمور واضحة، ولكن يقدر يكون سلوك صحي، يقدر في بعض الأحيان عندما تكون الضعف قليل جدا يقدر يكون والسبب تاعو نقص ليزابور تاع اليود، المدخول تاع اليود تقدر تحسن الأمور بكثرة. Alors, ablation de l'iode, de l'iode thérapie, je ne suis pas bien par rapport à... Bon, هذا سؤال خاص بالناس اللي داروا اليود المشع، واللي هو علاج عادة يجي بعد العملية. وراي تقول او يقول مانيش عارف شكون طاح يعني دار لا كيستيون هذه، باللي راهو يسو سون با بيان، مازال ماهوش مليح، والسبه تاعو اليود. ما نظنش كان السبه تاعو اليود، اليود عنده فعل خاص انه يروح للخلايا، عاده نديروه بعد في لي كا دو كونسير دو لا تيرويد اللي هي نسبه ضعيفه جدا، ونديروه باش يقضي على الخلايا، خاطر هي الخلايا اللي مازالت موجوده تاع الغده ومازالت تدور في الدم، تقدر هي الكابت هذاك اليود، كي نبعثوا اليود المشع هذاك هي تكابتيه، وعندما تكابتيه هو يقدر تقولوا يعني مفهوم بسيط ياكلها يبال ديتخويا اليود هذاك مع الوقت، دونك راح ينقص من فعاليه اي خلايا ما زالت فعاله بعد العمليه، عاده النتائج تاعو تكون يعني جيده جدا في معظم الاحيان، قد اذا كان انسان مازال ماهوش في صحه جيده بعد هذه الاشياء فتقدر تكون الاسباب
مربوطه باشياء اخرى. ممكن العلاج اللي خذاه او التعويض الهرموني اللي خذاه ماهوش كافي او غير مستقر، او هناك دوتغ باثولوجي اللي يكونوا اسوسي ببعض الامراض الاخرى اللي تكون ماهيش باينه كمان باغي. دونك في هذه الحاله يجب يكون هناك فحص جيد، هناك اونكيت حقيقيه، نسقسوا لو باسيون على كل التفاصيل تاع حياته، لانه قادر تكون قضيه علامه بسيطه ما يشوفهاش الباسيون، ان تروبل دو سومي، تروبل دو ليما، اون كونستيباسيون، شوت شوفو، عاده يعني كل العلامات تاع هذه تقدر الاتير لاتونسيون، تقدر تجلب النظر تاعنا باش نروحوا نشكوا باللي الادويه ماهيش كافيه ولا غيرها. Alors, le traitement parfois alternatif est un bon alternatif et instable. Parce que, هذا الناس يسقسيو كاين بعض الاطباء يعطيو ليفوتيروكس اللي هو الدواء اللي نعطوه في حال تخمل الغده، يعطوه ما ياخذش لا ميم دوز شاك جور. كاين اللي ياخذ 50 نهار ونهار لا لا، ولا ياخذ 50 ونهار ياخذ 75، ولا 75 و100، ولا يومين 75، ولا مره في الاسبوع 100، ولا عده دي فورمول. كاين بزاف لي فورمول. لازم تعرف بلي هذه طرق من طرق العلاج تاع الغده الدرقيه او العجز في الغده الدرقيه. الطبيب هو اللي يحدد الجرعات بالضبط والمناسبه لك. بارفوا قضيه بسيطه جدا، تغيير بسيط جدا يغير الحاله الكلينيكيه تاع الانسان ويولي في صحه جيده، او العكس عندما يكون هناك خلل في لي دوز. هادو كاين واحد لي غلوند الغدد تشوف سيبهم انستابل، يعني انه اليوم راهي سارتان تيريتوار بعض المناطق فيها راهي تخدم، غدوه من داك ما تخدمش او ما تخدمش بنفس الكميه. ف عندما نديروا لي بيلون يعني تاع 3 موا هذاك نصيبوا لا تياساش، مره طالعه بزاف مره هابطه بزاف. دونك اليا اذا كان حالات من هذا النوع فالطبيب عادة يحدد بالضبط جرعة، لأنه ماهوش دائما دائما جرعة ثابتة فيكس نديروها 3 موا وشوف خلوها ينزيدوا شوية ينقصوا شوية. هذه فعلا هذه القاعدة، ولكن استثناءات كثيرة بزاف. كاين بعض الحالات نقدر نعطو دي دوز، ولي دوز هادو نقدروا نقصوهم نهار بعد نهار، نهار في 3 ايام، مره في الاسبوع الى غير ذلك. اذا ما تقلقش، هذه عباره عن طريقه تاع علاج، الهدف منها نوصلوا الى حاله يعني ضمان الاستقرار للغده عندما تستقر. فبطبيعه الحال راح يستقر كل الاعضاء واللي مربوطه بالايض بالميتابوليزم اللي خاص اللي تشرف عليه الغده هذه. الوغ انت ميم تريتمون مي لي فوتيروكس. الوغ هنا كاين العكس، كاين حالات فريمون تطرح اسئله عند لي باسيون. كيما تعرفوا كي يكون عندنا لي بوتيرويدي خمول في الغده، عاده العلاج هو لي فوتيروكس. سا ديبون لي دوز، سا ديبون الكميات، وكل شيء معروف. ولكن عندما يكون عندنا غده نشطه جدا الدواء هو الكارميمازون كيما تعرفوا. دونك في هذه الحاله، في هذه الحاله كاين حالات وين نعطيو لو كاربيمازول والليفوتيروكس مع بعض، يعني نهار بعد نهار، يومين الى غير. هذه حاله ايضا معقده وعندها اسبابها، وعباره عن وسيله علاج لفتره معينه، وتجي خاصه في المالادي بازلو، خاصه وليس فقط، ولكن تجي في المالادي بازلو اللي يعرفها الناس، اللي هي النيبرتيرويدي اللي هو نشاط كثيف جدا في الغده الدرقيه، ياثر ايضا سلبيا على الاعضاء الاخرى. هذه الدواء اذا كان عطاك دواء طبيب بهذه الطريقه فهناك سبب علمي لهذا السبب، وعنده ما تشوفش باللي راهو حاجه متناقضه، لانك عندما تاخذ مضاد للهرمونات الدرقيه وهرمونات درقيه، ليفوتيروك تعتبر هرمونات درقيه سينتيتيك يعني، والكاربيمازول هو مضاد لها فبدي دوز معينه. فعرف ان هذه ايضا طريقه علاج نديروها لبعض الناس اللي عندما تستوجب الحاله تاعهم هذا الامر، وعندها يعني لي بروتوكول تاعها وعندها طريقتها في العلاج. الوغ سؤال نظن نخرها ما بقاش عندنا بزاف الوقت. الوغ هل تكفي لا تياساج اذا كانت طبيعيه؟ هل يكفي هذا باللي نقول ما عندهاش الكواتر ولا هكذا؟ على الاقل هكذا السؤال. بون لا تياساج عندما تكون طبيعيه شيء جميل، لكن ماهوش نهايه يعني المشكله. عندما تكون بارفوا كاين دي كا وين تكون
الغده عندها طريقه تعويض، عندها تعويض، والتعويض هذا يكون طبيعي وتقدر تشرف عليه بدون اي مشكل حقيقي ومشكل كبير. ولكن هناك امور اخرى ينتبه لها الطبيب، وعاده في بعض الاحيان نطلبوا حتى ديزاناليز اخرين تاع دوتغ زونتيكور اللي خاصين بالجلوبولين وخاصين بالتيروغلوبولين خاصة، وأيضا ليزونتيكور اللي هما ضد لا تي اس اتش أنتي تي اس اتش اللي أيضا يعطونا بعض المعلومات المكملة باش نحصروا الموضوع ويكون العلاج يعني علاج مضبوط لهذه الحالة. فوالا، اليوم هذو هما الأسئلة اللي قدرنا نتكلموهم اليوم. إن شاء الله في التدخلات القادمة نتكلموا على أسئلة أخرى. إذا يومكم سعيد، ومرة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء.